السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا تمرين في الدوالة الأصلية. إذا عندنا دالتين، غنحاولوا نحددوا لهم الدوالة الأصلية لكل دالة. إذا نبدأ بالدالة الأولى اف لإكس تساوي جوج جذر جوج إكس زائد واحد. إذا غادي نحاول نرجع هاد الدالة على شكل أس، داك الجذر كنعرفوا بأن الجذر ديال U و U أس واحد على جوج. إذا F لي X غادي نغير ليها، نغير داك التعبير أو الطريقة باش مكتوبة، باش نحاول نلقى شي صيغة من السياق ديال الاشتقاق. إذا هي واحد على جوج. إذا كنعرفو بأن الدالة الأصلية ديال الدالة U بريم U أس N هي U أس N زائد واحد على N زائد واحد. أنا غنحاول نكتب الدالة ديالي على هاد الشكل هذا. إذا إلا وضعنا هاد جوج إكس زائد واحد هي U، جوج إكس زائد واحد ودرنا لها الاشتقاق، إذا الاشتقاق ديال جوج إكس زائد واحد، الاشتقاق ديال جوج إكس هو جوج، والاشتقاق ديال واحد هو صفر. إذا هو التعبير اللي عندي مكتوب هنا. إذا إلا درت نعوض جوج بهذا التعبير هذا، بجوج إكس زائد واحد بريم جوج إكس زائد واحد أس واحد على جوج. إذا لقينا الصيغة اللي كنقلبو عليها اللي هي U بريم U أس N، هنا راه ممكن نطبقها على U أس R بشكل عام. هنا R وهنا R زائد واحد وهنا R زائد واحد، R كتنتمي ل Q ناقص صفر واحد. إذا نطبق عليها القاعدة. إذا الدالة الأصلية اللي هي F كبيرة تساوي ماذا؟ U أي جوج إكس زائد واحد أس واحد على جوج زائد واحد على واحد على جوج زائد واحد زائد واحد ثابتة. إذا جوج إكس زائد واحد، واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة على جوج، واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة على جوج. إذا هاشي نقسمو على ثلاثة على جوج، وممكن لي نطلع داك ثلاثة على جوج في البسط، أي نضرب في المقلوب ديالها اللي غتولي جوج على ثلاثة زائد العدد سي. إذا دابا يمكن لي نرجع الجذر. إذا الجذر ديال جوج إكس زائد واحد، إذا عندنا ثلاثة على جوج، إذا هادشي كامل أس ثلاثة زائد العدد سي. الآن الدالة الثانية إف إكس تساوي إكس على الجذر ديال إكس كاري زائد واحد. إذا غير كنشوف الجذر، غادي نذكر واحد الصيغة عندي ديال الجذر اللي فيها أن إلا كانت عندنا أو بريم على الجذر ديال أو، فالدالة الأصلية ديالها هي جوج جذر أو. إذا غنشوف أنا هاد التعبير هذا واش عندي ولا ما عنديش، ولا ما كانش عندي نحاول نكتب إف لإكس على داك الشكل هذاك. إذا عندنا إف لإكس هي إكس على الجذر ديال إكس كاري زائد واحد. إذا U هي التعبير اللي كاين داخل الجذر، دونك U كتساوي لنا إكس كاري زائد واحد. إلا درت لها ديريفي، ديريفي ديال إكس كاري هي جوج إكس، ديريفي ديال واحد هي صفر، إذا جوج إكس، أنا عندي غير إكس، إذا يمكن لي نضرب في جوج في البسط وفي المقام، وبالتالي غنلقى إذا هاد جوج إكس يمكن لي نعوضها بإكس كاري زائد واحد بريم على جوج جذر إكس كاري زائد واحد. إذا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي اللي كتكتب على شكل أو بريم على جذر أو، هاد الجوج يمكن لي نرجعها لهنا ونحيدها من هنا. إذا أو بريم على جوج جذر أو هي جذر أو، يعني الأصلية ديالها هي جذر أو.
إذا الأصل ديال التعبير اللي عندنا هو جذر ديال إكس كاري زائد واحد زائد دائما واحد ثابتة سي.